تصور التصديق أكو نظري بالتصديق بالذات أكو نظريات متعددة. تصور هذا معناه الوصول، إنه صورة الشيء تحصل في ذهن الإنسان. يعني أنت الآن شوف هاي الصورة اللي موجودة قدامك، أو شوف هذا الراديو، أو شوف هذا الكتاب، أو شوف هذا الشريط، أو شوف أي شيء من الأشياء اللي موجودة، صورته من الصير بالذهن تسمي هذا تصور. التصديق شنو؟ التصديق في الواقع أكو نظريات متعددة في التصديق، وأكو خلاف كثير بين العلماء التصديق. منهم من قال إن التصديق هو مجموعة تصورات، منهم من قال إن التصديق هو مجموعة تصورات وحكم. الرأي المشهور بالتصديق والرأي اللي تبناه الشيخ المظفر رحمة الله عليه، وهو رأي المحققين، التصديق هو تصور زائد الحكم. شلون يعني تصور زائد الحكم؟ يعني احنا الآن مثلا المثل اللي ضارب المصنف يقول، لو فرضنا انه انت شفت لك مثلث، مثلث من المثلثات مرسوم على الأرض على الورقة، هذا المثلث اللي تشوفه تصير صورته بذهنك، زوايا المثلث ذن الثلاثة أيضا صورته تصير بذهنك. تجي مثلا ترسم زاويتين قائمتين، يعني جوب خط أفقي وبعدين تخلي عليه خط عمودي، تصير هاي زاوية قائمة هاي زاوية قائمة، أيضا صار شنو؟ صار صورة جديدة بذهنك. الآن صار كم صورة بذهنك؟ صورة المثلث وصورة الزاويتين القائمتين وصورة زوايا المثلث. الآن تجي تقول شنو النسبة بين زوايا المثلث وبين الزاويتين القائمتين؟ النسبة تقول التساوي. هاي صارت صورة أخرى في ذهنك، صارت صورة أخرى في ذهنك. إذن الآن في ذهنك صورة لزوايا المثلث وصورة للزاويتين القائمتين وصورة المن للنسبة والعلاقة بين زوايا المثلث وبين الزاويتين القائمتين. شنو هاي النسبة؟ اللي هي نسبة التساوي. إلى الآن نقول عنك أنت مصدق لو غير مصدق؟ نقول غير مصدق، لأن أنت بذهنك الآن مجموعة تصورات فقط. لكن الآن لو فرضنا أنت رياضي مثلا، يعني عندك فرد خبرة بالرياضيات وعندك معرفة بالرياضيات بالهندسة، أجريت فرد برهان معين أثبتت به أن زوايا المثلث الثلاثة تساوي مجموع زاويتين قائمتين، لأن الزاوية القائمة كل واحدة قيمتها شقد؟ 90 درجة. اثنين شقد يساوي؟ 180 درجة. مجموع زوايا المثلث 180 درجة، ومجموع الزاويتين قائمتين 180 درجة. الآن أنت لو برهنت أن مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة ومجموع الزاويتين القائمتين تساوي 180 درجة، إذن مجموع زوايا المثلث يساوي مجموع الزاويتين القائمتين. هذا شو نسمي الحالة الجديدة؟ هذه نسميها تصديق. إذن التصديق هو شنو في الواقع؟ التصديق هو عبارة عن حالة إذعان، يعني حالة إذعان النفس، حالة حكم، حالة جزم، حالة اعتقاد. هذه حالة الحكم، حالة الجزم، حالة الاعتقاد، حالة الإذعان نسميها تصديق. ولذلك يقال إن التصديق هو تصور زائد الحكم. أما التصور العاري، التصور بدون الحكم، فلا يكون تصديق. ولذا لاحظنا الآن أول شيء صارت بذهننا صورة زوايا المثلث، بعدين صورة الزاويتين القائمتين، بعدين صورة النسبة، نسبة التساوي بين الزاويتين القائمتين وزوايا المثلث. بعد ذلك أتى التصديق. التصديق ما هو؟ التصديق هو الحكم والإذعان بأن مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين. هذا نسميه تصديق. يقال أن هذه التسمية للتصديق شنو سببها؟ يعني الآن من نقول تصديق، ليش نقول تصديق؟ التصديق هذه التسمية من شأها تسمية الشيء باسم لا لازم الشيء. شلون يعني؟ لعدنا راح يجينا إن شاء الله تعالى بالمستقبل أكو لازم وأكو ملزوم. يعني الآن عندنا النار والحرارة، النار نقول عنها ملزوم والحرارة شو نقول عنها؟ لازم. عندنا الدهن والدسومة، الدهن نقول عنها ملزوم والدسومة نقول عنها لازم. عندنا الزوجية والأربعة، الأربعة نقول عنها ملزوم والزوجية شو نقول عنها؟ نقول عنها لازم. يقال إنه ما يمكن التفكيك عقلا بين اللازم وبين الملزوم. معلوم أنه ما نقدر نفكك بين الزوجية وبين الأربعة، بين الدسومة وبين الدهن، بين الرطوبة وبين الماء إلى آخره. أحيانا نسمي الشيء باسم لازمه. شلون يعني؟ يعني النار مثلا ما نسميها نار، شو نسميها؟ حرارة. الدهن شو نسميه؟ دسومة. الأربعة شو نسميها؟ زوج. تسمية الشيء باسم لازمه. الآن
أسمينا التصديق باسم لازم. شنو لازم التصديق؟ هذا الحكم اللي صار عندنا، الإذعان اللي صار عندنا، شنو استلزم؟ شنو الملازم إله؟ شنو نتج عنه؟ اللزم لهذا أن النفس صدقت، حصلت حالة النفس وهي حالة التصديق بالمطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع. إذن هذا اللازم، هذا اللازم، اللازم هو التصديق، اللازم هو التصديق. يعني شنو التصديق؟ تصديق النفس، تصديق النفس بمطابقة الحال الواقع، هذا اللازم اللي هو التصديق سمينا باسمه الحكم والإذعان والجزم والاعتقاد. ولذلك منشأ تسمية التصديق هو تسمية الشيء وهو الحكم والإذعان والجزم والاعتقاد باسم لازمه. شنو لازمه؟ هو تصديق النفس، تصديق النفس. الملزوم هو الحكم، الملزوم هو الحكم. ولذلك قال في عبارته المصنف رحمة الله عليه، قال: وهذه الحالة أي صورة المطابقة للواقع التي يتعقلها الإنسان ويدركها الإنسان هي التي تسمى بالتصديق. ليش تسمى بالتصديق؟ لأنها هذه الحالة إدراك يستلزم الإدراك. شنو الإدراك ملزوم؟ شنو يستلزم؟ لازمه التصديق النفس. إذن تصديق النفس لازم، والإدراك شنو؟ الإدراك ملزوم، وإذعان النفس تسمية للشيء اللي هو شنو؟ اللي هو الإدراك، اللي هو الاعتقاد باسم لازمه. شنو لازم إله؟ هو تصديق النفس وإذعان النفس الذي لا ينفك عنه. هذه الفكرة واضحة، ترى هاي دقيقة ولعله أحيانا ما يصير انتباه إلها. إذن الآن خلاصة الكلام المتقدم، احنا عندنا تصور وعندنا تصديق. قلنا التصور هذا يعني معناه الانتقاش الصور في الذهن. يعني انا اتصور هذا الكتاب، اتصور هذه المكتبة، اتصور هذه الغرفة، اتصور هذا الباب، اتصور هذه الدار، اتصور رجل، اتصور امرأة الى اخره، هذه الصورة. ثم التصور احب ان الفت النظر الى مسألة مهمة ايضا في المقام، انه التصور مو شرط يكون تصور لاشياء محسوسة. يعني العقل احيانا يتصور، يعني على مذهبنا احنا العقليين نؤمن بأن الصور الموجودة في الذهن نوعين، نوع لمحسوسات لأشياء مادية ونوع لغير محسوسات. يعني الآن احنا نتصور الكتاب، الكتاب شيء محسوس نشوفه قدامنا وتلتقي صورته بذهننا. مرة أخرى نتصور الملائكة، نتصور الروح، نتصور الجن، هذه أشياء محسوسة، أشياء غير مادية غير محسوسة. الجن مخلوق غير مادي، الملائكة مخلوق غير مادي، الروح مخلوق غير مادي. احنا هذه الاشياء نتصورها، صورتها في الواقع متناسبة مع طبيعتها، يعني مع طبيعتها اللامادية، وكذلك صورة الشيء المادي متناسبة مع طبيعته المادية. ولذلك احنا الان موجودة في ذهننا صورة للجن. فرد واحد يسألك يقول لك تعرف الجن؟ يقول لك نعم اعرف الجن. يقول لك شنو الجن؟ يقول الجن مخلوقات الله خلقها مكلفة كتكليف الإنسان، فرد عالم غيبي لا مادي إلى آخره، إلى نظام الخاص وإلى قوانين الخاصة. إذن هذا الكلام، هذا الكلام عبارة عن أحكام على عالم وهو عالم الجن. والحكم دائما على شيء لا يأتي إلا بعد تصور هذا الشيء. إذن احنا تصورنا ما يقتصر على الأشياء المحسوسة، على الأشياء المادية، وإنما الصور التي تنتقش في الذهن أحيانا تكون لمحسوسات، وأحيانا طبعا طريق تصور الأشياء المحسوسة هو الحواس، وأحيانا تكون لأشياء غير محسوسة، وطريق تصور الأشياء غير المحسوسة هو العقل. الحواس أيضا طريق إلى العقل كما هو معلوم. هذا التصور في الواقع احنا نسميه التصور المجرد أو التصور الساذج. ليش نسميه التصور المجرد أو التصور الساذج؟ هذا تمييز له عن التصور اللي صاحب حكم. يعني مرة التصور مجرد، شلون يعني مجرد؟ ما ويا شيء، مثل فرد واحد مجرد مو معين ما عنده عائلة. مرة التصور لا، ويا فرد شيء لازم به. شنو الشيء اللي ويا؟ ويا حكم. هذا الحكم من يصير ويا شيء يصير؟ يصير تصديق. وقلنا شنو معنى التصديق؟